السبت 21 من فبراير لعام 2015 بافتتاح هذا المهرجان على بركة الله إخواني المتابعين. انطلقنا مع أشواط الرموز للمنتجين، حضرت الشهنية للسيد علي بن سعيد الكتبي، واختطفت الشوط الرئيسي الأول مع الشلفة الفضية مطر بن علي بن سعود الكتبي، خطف الشلفة الفضية الأولى في صباح هذا اليوم لينطلق شوط جديد، شوط رئيسي آخر لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، هو خاص بالقعدان وخنجر فضي، بالإضافة إلى جائزة نقدية قيمة عبارة عن 200,000. ونتمنى التوفيق للجميع. ننطلق إخواني المتابعين مع افتتاح الكيلومتر الأول، ومع المركز الأول هناك سراب في المركز الأول محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري مع المركز الأول. المركز الثاني ينطلق الطاغي على المركز الثاني منصور بن رملي بن محمد العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مرموق عبيد بن سعيد بن منانة بن قدير الكتبي ينطلق شعاره على المركز الثالث ورابع المراكز. هنا يتجاوز وينطلق مبلش فرج بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري، والمركز الخامس يتواصل في هذا الموقع غازي محمد بن علي بن سعيد الكتبي. هذه المراكز إخواني المتابعين، المراكز الأولى وشوط رئيسي حساس، شوط مهم للمنتجين والمحافظين على السلالات المميزة. هذا هو المركز الأول في الكادر الفوقاني، ينطلق في هذه اللحظة قادم من الإمارات، قادم من العاصمة أبو ظبي محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري. هذا هو شعار سراب، ينطلق بالمركز الأول، وهذا هو سراب المنطلق المندفع حاملا ايضا للرمز في سباق سمو سيدي الامير الوالد. هذا هو اللي في المركز الاول، سراب ينطلق لوحده هناك بالمركز الاول، يبحث عن الخنجر الفضي في اشواط المنتجين، اول رموز المهرجان في هذا الصباح الخاصة بالقعدان الخاصة بالمنتجين. يا سلام، ناموس مهم مهم مهم، سباق سمو سيدي امير البلاد حفظه الله ورعاه، التجمع الخليجي الكبير. هنا أيضا أشواط المنتجين مهمة مهمة لهذه الشعارات الحاضرة في هذا اليوم. المركز الثاني شعار بالرملي مع الطاغي، وهذا خطير، والرملي منصور بالرملي بن محمد العامري مع المركز الثاني وثالث المراكز. هذا هو الشعار الشهنية، ينطلق صاحبة الشلفة الفضية قبل قليل، هذا هو ينطلق بالمركز الثالث. هنا تواجد لغازي وغزا على المركز الأول، غزا على الخنجر الفضي في الانتظار. هذا شعار محمد بن علي بن سعيد الكتبي مع المركز الثالث ورابع المراكز. ينطلق حيلان سعيد بن علي بن عبيد بن بخيت الكتبي مع رابع المراكز، وخامسا ينطلق مع شعار بن منانة، هذا هو مرموق عبيد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. خلاص 1500 متر تجاوزناها وعبرنا من أمامها، ونحن في طريقنا إلى 200 إلى خط النهاية. هناك إلى الخنجر، إلى الخنجر يا سراب ويا مالك سراب، الخنجر الغالي المهم في هذا الشوط وفي هذا المهرجان. أول رموز المهرجان، أول رموز المهرجان ذهب مع الشهنية، وهذا هو الخنجر في الانتظار مع القعدان. يا سلام، هذا سراب محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري مع المركز الأول، والمركز الثاني ينطلق الطاغي منصور بن رملي بن محمد العامري، وتحرك في هذه اللحظة وغزا غازي. يا سلام، صاحب نقاط مهمة في السباقات الماضية، رصيده مليء بالإنجازات، وتحرك في هذه اللحظة راهي سعيد بن مظفر بن محمد العامري في أول نداله، يعبر بوابة المراكز الخمسة الأولى، وتحرك الشعار بن منانة مع المركز الخامس. يا سلام، تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، الخنجر الفضي بالانتظار، بالانتظار يا متابعين، يا متابعين
متابعين هذا المهرجان. هذا هو سراب كالعادة، سراب ينطلق بالمركز الأول، محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري مع المركز الأول ينطلق لوحده، حلق مع الخنجر، حلق مع الخنجر الفضي، الرمز الثاني في رصيد هذا القعود، الرمز الثاني في هذا الموسم، في موسم 2015. يا سلام سراب، الخنجر الفضي وهالي السمحة، هالي السمحة مع سراب، سلالة غنية عن التعريف، في شهر واحد يسجل رمزين متتاليين. تهانينا والناموس لمالك سراب محمد بن فهير بن سعيد بن ريي المنصوري. أهنيك يا المنصوري على هذا الفوز في هذا المهرجان، تهانينا والناموس. المركز الثاني مرموق عبيد بن سعيد بن ملانة من غدير الكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث سلهود أحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري. المركز الرابع، المركز الرابع راهي سعيد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الخامس، المركز الخامس يصل المترو سعيد بن صويح بن سالم بن علوب العامري. أيها الإخوة المتابعون، انتهى هذا الشوط المهم بالنسبة للمنتجين والحاضرين والمشاركين. أول رموز المهرجان بالنسبة للقعدان بعد شوط حمل الإثارة والشعارات الكبيرة، حضر فيها سراب لمحمد بن مهير بن سعيد بن ري المنصوري ليحقق ناموسا حرص المنصوري على أن يحققه من خلال مشاركته في هذا الشوط الرئيسي المهم. الخنجر الفضي مع سراب، التوقيت الزمني 6:19، 70 جزءا من الثانية. تهانينا يا المنصوري على هذا الفوز، فوز سراب محمد بن مهير بن سعيد بن ري المنصوري، يحقق الرمز الثاني في هذا الموسم من خلال فوزه في الخنجر في سباق سمو سيدي الأمير الوالد، وهذا هو يحقق الناموس الثاني في هذا الموسم. نهنيك يا المنصوري. المركز الثاني إخواني المتابعين يصل مرموق 6:25، 20 جزءا من الثانية. مرموق عبيد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، تهانينا للمتحدي. المركز الثالث 6:25، 50 جزءا من الثانية. هذا هو سلهود لأحمد بن محمد بن سعيد بن عضيلي العامري، تهانينا والناموس. أيها الإخوة المتابعون، انتهت أشواط الرموز الأولى. فازت الشهنية في الشوط الرئيسي الأول للسيد مطر بن علي بن سعودي، تهانينا والناموس.